قدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارته إلى مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان التهاني بعيد الفصح المجيد، يرافقه عدد من الوزراء، حيث نقل دولته تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وتهانيه بالمناسبة المجيدة. وأكد خلال لقائه رؤساء الكنائس في المملكة بحضور عدد من الأعيان والنواب أننا في هذا الوطن الغالي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أسرة واحدة متشاركون في بناء هذا الوطن والمحافظة على ما بناه الآباء والأجداد وما نبنيه نحن أيضا. الاقتصاد مهم، وغياب الدخل أو التدني النمو الاقتصادي قد يؤدي في البعض إلى اتخاذ طريق خاطئ، إنما الاقتصاد وحده ليس هو، وإنما التعليم والعلم وتربية النشأ وإصلاح منظومة السلوك، هذا واجبنا جميعا. إن الديانات السماوية رسمت الطريق الصحيح ويجب أن نسير على هذا الطريق. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نلتقي دائما على المحبة والخير والأخوة، والسلام عليكم ورحمة الله. وبدوره أكد المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا في كلمة ألقاها نيابة عنه الأب باجس خوري أننا نجتمع أسرة واحدة لنعمل على نهضة بلدنا متسلحين بالإيمان والعلم والمعرفة، ناقلا لدولته تحيات غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين. أنقل لكم يا دولة الرئيس تحيات وتمنيات صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث من القدس الشريف من قبر الخلاص هناك، حيث تم تدشين القبر مجددا وبمساعدة وتبرع سخي من صاحب الجلالة راعي الإرث المسيحي قبل الإسلام أدام الله ملكه وأعزه. محبتنا لكم دولتكم، وشكرا جزيلا بالأصالة عن نفسي والنيابة عن أشقائي من الكنائس الأخرى، ونتمنى عليكم أن نستمر بالتعاون الجاد من أجل الأردن والأردن فقط. وفقكم الله وسدد خطاكم في سبله القويمة الداعي لكم بالخير والتوفيق، المتروبوليت بنديكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن. شكرا لكم. كل عام وجميع المسيحيين في هذا الوطن بألف خير، والجميع بألف خير بمناسبة الأعياد. كل الشكر لنورساد دائما على تخطيطها لجميع الفعاليات، سنبقى يدا واحدة في هذا الوطن. ونشكر جلالة الملك، لأن أنا بوجودي بكنيسة القيامة ودخول القبر المقدس اللي تم إعادة إحيائه وإعادة ترميمه بمشاركة وإهداء من سيد صاحب الجلالة. وكل عام أنتم بخير للأردن، لقائد الأردن، ملكنا المحبب، لشعبنا الأردني المحترم والحلو اللي بنحبه، ودائما هالبلد إن شاء الله يضل فيها الأمن والأمان، ونضلنا عايشين مع بعضنا بحب ومحبة. وأشاد رؤساء الكنائس المسيحية في هذا اللقاء بالقيادة الهاشمية وحكمتها في إرساء مفاهيم العدل والمساواة بين جميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، لافتين إلى أن الأردن يشكل أنموذجا في المحبة والتآخي والعيش المشترك. I am very happy to greet all the people here and say Happy Easter. It's a big day for Christians, but also for everyone. And let's hope that the relationship between Christians, Muslims, and all the people, especially in these days, be a wonderful one to build together a nice society, as this moment has been very nice, all together and receiving the greetings also from the authorities, everyone together in a very nice environment of joy and happiness and of hope. And thank you very much. God bless you. بلدنا بلد مقدس، وبلادنا كلها بلاد مقدسة، ويجب أن يتعايش فيها ويسود فيها الأمن والسلام والاستقرار والتعايش فيما بين الشعوب. المسيح جاء لكي يعيد للإنسان كرامته ويثبت لنا كل المبادئ والقيم، وإحنا لازم نعمل عليها ولحتى ننبثها ونزرعها في قلوب الكثيرين ونعيش في منطقتنا بسلام مثل ما أراد المسيح. هو رب السلام، سلامي أعطيكم، ويجب أن نعيش السلام. المسيح قام.
ولا يسعنا في هذه المناسبة لأن نرفع الشكر الجزيل لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يرعانا جميعا ورعايته المباركة للإرث للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وخاصة تبرعه السخي في ترميم القبر المقدس الذي تم تدشينه قبل أعياد الفصح المجيد برئاسة غبطة البطريرك كيريوس ثيوفلس الثالث. نؤكد مرة أخرى على هذا العيش المشترك وهذه الأعياد المجيدة التي لا ننسى أيضا كمان نشكر فيها رجال الأمن وكل القوات الذين ساهموا في حفظ السلام، هم حفظوا الوطن وحفظوا جزءا لا يتجزأ من الشعب الأردني الذي هم بسيفساء واحدة. وكل عام وأنتم بخير الجميع. نشكر خاص لنور سات الأردن بكل كادرها الوظيفي والفني والإداري اللي أيضا دائما نجدهم متواجدين معنا في احتفالاتنا وفي تقديمنا الرسالة السماوية، رسالة المحبة، السلام، التسامح، العدل، الرحمة، المساواة. وبالتالي نشكر كل الذين حضروا وساهموا في إنجاح هذا العيد. كل عام وأنتم بخير. كما قدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال زيارته إلى مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان التهنئة بعيد الفصح المجيد، حيث أكد خلال لقائه رؤساء وممثلي الكنائس بحضور عدد من الأعيان أننا نعتز ونفتخر بحكمة قيادتنا الهاشمية وقدرتها على المحافظة على الأمن والاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا العربية. دائما إحنا في هذا الوطن نعتز دائما بقيادتنا الهاشمية ونعتز بوعتنا الوطنية، ونعتز بأنه في العيش المشترك عندنا في الأردن هو ثابت لا يتغير أبدا، وإن شاء الله أنه ربنا يعيد علينا هذا العيد السنة القادمة باليمن والتوفيق إن شاء الله. وإن شاء الله بنقول لأخواننا المسيحيين كل عام وأنتم بخير وبصحة والسلامة. إحنا في هذا العيد بنشعر بحرقة، بنشعر بمرارة، وبنشعر في أنه ما وفينا هاي الأديان المباركة اللي نزلت في بلادنا، ما وفيناها حقها. يعني شعورنا بالفشل وبالمرارة كبير، ولكن أملنا إن شاء الله في أنه بالنهاية الحق سيسود والعدل سيسود والسلام سيسود والمحبة ستسود. من خلال هذه الفضائية المحترمة أتوجه لإخواني المسلمين قبل المسيحيين في أنه الدين المسيحي هو أيضا دين ملزمون نحن بموجب العقيدة أن نؤمن به، وأن لا نعادي إخواننا، وأن لا نقبل دعوات الشياطين الذين يحرضوننا بعضنا على بعض، يحرضون المسلم على المسلم والمسلم على المسيحي والاثنين على، وهكذا شيء مر. إن شاء الله الأجيال القادمة تكون أحسن منا، وإن شاء الله إنها تفي هاي الرسالات السماوية ما جاءت به من تبشير ومن معاني سامية. ومن خلالكم بكرر المعايدة لهذا الجمع الكريم الذي تشرفنا اليوم بالمجيء لمعايدته ومشاركته هذه المناسبة السامية. وفي ذات السياق عبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في جلسة مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالدور الكبير الذي يطلع به المسيحيون على مختلف الصعد وإسهاماتهم في المسيرة الوطنية الأردنية على مدى العقود الماضية، مؤكداً باسمه وباسم أعضاء المجلس على قيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب الأردني النبيل وحالة العيش الفريدة التي تعيشها الأسرة الأردنية الواحدة.